bersama-sama membacakan Al-Fatihah kepada teman-teman kita yang sedang berjuang, yaitu Gus Idris, Ustaz Mamas Karyo, Ustaz Nasihin, Muhammad Nasihin, dan Ustaz Joker. Yang keempatnya itu sekarang sedang ditawan oleh tukang sihir. Karena itu mari kita dihadiahkan Al-Fatihah semua kita yang mendengarkan suara saya. Ala hazihin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. Mari kita bacakan pula surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Falaq, dan ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي